السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول التجاري، وصلنا إلى صفحة 23. عندنا الجرامر، النحو، يعني القواعد. Present Continuous Tense، صيغة المضارع المستمر. القاعدة، الفورم، القاعدة راح تكون، شوف عندك الأم والإز والآر. الأم تكون مع الآي، الإز مع الهي والشي والإت، والآر مع الذي والوي واليو، وراها تأخذ فعل يأخذ ING. بعليه هذا الصيغة تستعمل للقوانين، الناس يقومون بهذا العمل في هذه اللحظة. مثلا عندك رافل is washing the dishes. القاعدة ايش راح تكون؟ رافل من جماعة هي وشي وات، اوكي، تاخذ is، تاخذ is، الفعل وراها ياخذ ing دائما، اوكي. يقول لاحظ ان هذه الصيغة احيانا تستعمل للاشارة الى ترتيب المستقبل. مثلا we، الوي تاخذ are، fly هنا flying ing، We are flying to London next week. شباب بس أحب أشوفكم القاعدة هنا، المضارع المستمر، أوكي. عندك الآي، عندك القاعدة راح تكون فاعل بفعل مساعد بفعل أبو لا إنج بتكمله. الفاعل إذا كان آي راح يأخذ أم، أوكي. الهي والشي والإت تأخذ الإز. الهي تعبر عن المذكر، يعني إذا ولد اسم ولد. الشي إذا بنية، والإت للشيء الغير عاقل أو الجماد، يأخذون إز. الذي الوي اليو، الذي هم، الوي نحن، اليو انت او انتم، تاخذ ار تعبر عن الجمع، والفعل مثلا ياخذ ان جي مع تكملة الجملة. ايش عندك بعد بالنسبة للنفي؟ الام تكون وراها نوت، هنا نفس القاعدة، اوكي، هنا فاعل فعل اداة نفي نوت بفعل ياخذ تكملة. الهي والشي واللي تاخذ از او ازنت، تقدر تكتبها از نوت او ازنت، تدمجها عادي. They are، هاي they will we will you تاخذ are، تقدر تدمجها أو تقدر تفصلها تخليها نوت كاملة، أو نوت بمعنى ليس. مثلا I am not playing tennis tomorrow، أنا لا ألعب التنس، أوكي، غدا مثلا، أو now، أوكي. بس الأم وراها تاخذ نوت كاملة، أوكي. بالنسبة للسؤال، الام والاز والار تكون بالبداية، بعدين الفاعل، اوكي، وبعدين الفعل بلا انج، وبعدين التكملة، اوكي، حتى ما ادوخكم طبعا. وهذه بالنسبة للجواب القصير، اوكي. زين، نرجع لموضوعنا. هذا اللي حكيناه هسه هو هذا، اوكي. مثلا is the manager leaving for Egypt tomorrow، هل المدير يغادر الى مصر غدا؟ لا، مثلا هو الشهر الجاي، next month. No, he is not leaving for Egypt tomorrow. كلا، هو لن يغادر إلى مصر غدا. He is leaving next month. هو سوف، هو يغادر الشهر القادم، وهكذا. يقولنا وتدرب مع زميل. هل المصرف، شوف، هل المصرف، Is the bank sending the money to the seller tomorrow next month؟ هل المصرف يرسل الأموال إلى البائع غدا؟ راح تقول أنت شنو هنا؟ نو نو نو، البنك تخلي إت بمكانه نو. شوف هسه هذا مثلا، هذا النموذج، هذا النموذج مثلا، هذه هنا راح تبني عليه، تخلي نو. البنك مثلا نقول نو إت، إت إزنت، نو إت إزنت، نو It isn't sending the money for the seller tomorrow. Okay. راح تقول it، تبدي الجملة ب it، راح تقول it، أو the bank، هم تخلي the bank is sending the money to the seller، بدال tomorrow راح تخلي لي next month. Okay. زين. Are they holding a meeting tomorrow؟ هل يعقدون اجتماعا غدا هذا المساء؟ راح أقول no. No they aren't، راح اخلي no، no they are، وخلي not، no they aren't holding a meeting tomorrow، نقطة. They are، راح الجملة الثالثة، they are holding a meeting، امسح tomorrow واخلي this evening. زين، is the seller sending the letter of inquiry tomorrow؟ لا، next month. راح اقول no، no، okay. No he isn't، no he isn't، أو no the seller is sending the letter of inquiring tomorrow. He راح أقول، أو the buyer،
جملة the buyer is sending the letter of inquiry بدال tomorrow أخلي next week. Are you checking the documents tomorrow? No. هو من قال لي you راح أقول I بدال you راح أخلي I. No, I am not. No, I am not. No. I am not checking the document tomorrow. I راح أقول I am. I am checking the document بدال tomorrow. بدال ال شوف عيد لكم إياها. Invoice هنا invoices الفاتورة فاتورات هنا يقول تغيير. فهنا إيش راح أقول؟ صحح لكم إياها. Are you checking the documents tomorrow? أقول no, I am not checking the documents tomorrow. هاي صحيحة. I am checking راح أقول I am checking بدل الدوكيومنت راح أخلي invoice tomorrow. يعني هاي الانفويس بالجملة الثالثة راح أخليها بدل الدوكيومنت. Is Mara meeting كذا كذا؟ أي لا. إيش راح أقول؟ No, she is in. No راح أخلي no. She is not meeting her friend tomorrow. إيش راح أقول؟ مروة جملة ثالثة. مروة is meeting her friend. هاي راح تطير the day after tomorrow. هل مروة راح تقابل صديقها باكر؟ لا راح تقابله عقب باكر. زين. يقول rewrite the following sentences as in B. زين هاي مثال the thief jump. هنا يقول لي اعد كتابة الجملة التالية كما في بي المثال بي. اوكي في هذا المثال اللي جوه هو هنا اعطيني هنا. اوكي the thief jumps out of the window. اوكي هنا راح نعطيها the thief is jumping out of the window. زين they usually play football in the garden. هم عادة يلعبون الفوتبول بالgarden. ازاي ايش راح يصير من اعيد صيغتها واكتبها جملة جديدة. ازاي راح تاخذ r ازاي تخلي لها r usual تطير البلاي تنزلها تحط لها ing football in the garden وتكمل وبس. The typist راح تنطي is النفر تطيرها is make مو makes هنا لا تخليها making. The typist is making ing mistakes وتكملها. نور is لنور مفرد نية أو ولد ممكن is تخلي لي is. الوير يصير wearing هذا الاس الطيرة وتحط ing a black shirt every day. لا every day طيرها every day طيرها لأنه هذه ظرف وير بسيط. رؤى هنا رؤى is write writing write هاي الاي والاس يطير رؤى تخليها تخلي الاز write تحط هاي طيرهم ذي اثنين وتحط ing وتكمل الكلمة. The manager is للمفرد discusses الإي والأس يطيرا وتحط ING. The manager is discussing the meeting marketing problems وهكذا. إذا أريد ترجمتها هم راح تصير يلعبون كرة القدم في الجاردن بالحديقة. الطابعي يقوم يسوي أخطاء. نور تلبس قميص أسود هاي everyday تطير. رؤى تكتب رسالة تجارية. المدير يناقش مشاكل التسويق. correcting mistakes هنا عندنا أخطاء راح نصححها. هنا عندنا أعزائي أخطاء بس شنو نميز ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. other weekend I am usually go swimming. طبعا هذه يقول في عطلة نهاية الأسبوع أنا عادة أذهب للسباحة. هنا الأم الطير I usually go الأم الطير لأنه مو مستمر. أوكي بس هاي الطير ونخليها. Are you enjoy the party لاس Are you enjoying لأنه الحدث ده يصير. أوكي تي تخلي تكملها this evening ده هاي لا بكيفك. We can't play tennis لارسن because it rains لا because it is raining. It is نا تخلي لي is rain وتحلي لها ing. Do you can play tennis لا هنا راح do you can play tennis لا راح تقول له شنو can صحيحة راح can بالبداية can you play tennis
العفو تشيس شطرنج، هل تستطيع أن تلعب شطرنج؟ How many sisters you have? How many sisters do؟ ما تخلي لي كلمة do مثل هاي، بس تخلي هذا do هذا صغير. Do you have? How many sisters do you have؟ كم عدد الأخوات اللي عندك؟ I not understand what are you saying. I don't. راح تخلي كلمة do زائد not. I don't. بدال إنه not طير. I don't understand what. أنا لا أفهم ماذا أنت تقول. I am loving. لا. I. ال I هاي طير وهاي طير. بس بدال ال ورا ال V تخلي لي E. I love Iraqi food. It is wonderful. Okay. زين. هنا يقول لي الـ present simple and present continuous المضارع البسيط والمضارع المستمر. Look at the wrong sentence and compare them with the correct sentence. انظر لي الجمل الخاطئة وقارنها بالجمل الصحيحة. Tick أشر للجملة الصحيحة وX للجملة الخاطئة. Rand is coming from Japan. Rand is coming from Japan. Rand comes from Japan. شوف هذه هذه غلط. is coming from Japan is comes من هاي صحيح. زين. This is a great party. Everyone has a good time. This is a great party. هذه حفلة جميلة. Okay. Has a good time. لا هنا هذه غلط. هذه أريد أن أشرها. هذه غلط هذه غلط وهذه شنو الجو صحيح لان يعني الحفله تقام الان. الحفله تقام في الوقت الحالي. اوكي هي هسه صايره. فشنو is having a good time. زين. I read a good book at the moment. لا هاي غلط وعليه هاي غلط. هاي راح تكون غلط وهاي راح تكون غلط والجو صحيح. I am reading good book at the moment. اني اقرا كتابا جيدا في هذه اللحظه. زين. There are some verbs that are usually used. هنالك بعض الأفعال اللي عادة تستخدم في المضارع البسيط. Tenses only في الصيغ فقط. They express taste تعبر عن الحالة وليس الأكتيفيتي وليس الفعالية. مثلا I like يعني الحالة الشعور. I like banana. I like لا إذن هشوف أنا أحب الموز. أنا أحب لا فعليه هاي الصحيحة. زين. يقول أفعال أخرى like this مثل think love agree understand. أوكي شوف هاي الأفعال الأخرى أيضا تستخدم مع البسيط. I think so مو I am thinking so. إذن هذه شنو هذه راح تكون هاي صحيحة. أوكي هذه غلط. زين. I love my country هاي صحيحة. I am loving my country هاي شنو هاي غلط. زين. تعبر عن الحالة الشعور. I agree with you أتفق معك. I am not agreeing with you هاي غلط وهكذا. تمام. زين. عندنا ال countable and uncountable الأسماء المعدودة وغير المعدودة. يقول الأسماء اللي تستخدم الأشياء اللي إحنا لا نستطيع أن نعدها هي غير معدودة مثل أسماء المجردة أسماء الكتل. Have no indefinite article ليس لديها أداة تنكير وهي عادة ليس لها جمع مثل الواتر يعني الواتر ما ينجمع ماء ink حبر wood خشب وكذا. A dog is animal الكلب هو حيوان. Horses are animals الأحصنة هي حيوانات. Now make the following sentence plural or single. الآن سوي هاي الجمل سويها جمع او مفرد. balls are toys. شوف هنا هاي شلون راح تصير. balls راح تصير ball لازم تخلي لها تكون بهالشكل هذا. راح نقول a ball is a toy. الكرة هي لعبة. هنا a cow gives milk راح نقول cows give milk. الأبقار هنا البقرة تعطي الحليب الأبقار تعطي الحليب. شوف garden هنا نعطيني
garden راح نقول gardens 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 have gardens have trees الحدائق لها أشجار. A dog hates a cat. راح نقول dogs. 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 الكلاب. Hate. Hate. Cats. نجمعها. شوف. الكلب. هنا الكلاب. الكلب يكره القطة. الكلاب تكره القطط. Cities are big towns. راح نقول a city is a big town 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 okay زين. إحنا إضافة الأي والآن الإضافة هنا عندنا الأي والآن. A fly is an insect. الذبابة حشرة هنا اي اوكي اضافة الاي والان هسه راح نشوفها. A box has a lid. الصندوق له غطاء. An apple ليش هنا ان لان مبدوء بحرف علة اوكي. Grows in a tree ينمو تنمو على الاشجار. التفاحة تنمو على الاشجار. An airport شوف هذا مبدوء بعلة is a busy place الميناء مكان مزدحم. A husband is a man. الزوج هو رجل. Okay, أعزائي. طيب. وصلنا إلى هذه الصفحة فقرة الرايتنج. يقول read the question and the solution carefully. اقرأ المشكلة وحلها بدقة أو بعناية. General drug stores. النصر سكوير بغداد عراق wrote to ميدو كيميك ليميتد اوكي ليماسول سايبروس asking about CMV بغداد prices of 1000 first aid kits type WE delivery 6 weeks of order general drug stores النصر سكوير بغداد عراق في هذه زين. ترجمة راح تكون هنا مخازن الأدوية العامة ساحة النصر بغداد العراق كتبت إلى هاي الشركة اللي هي بقبرص تسأل عن شنو الأسعار أوكي لألف المعدات معدات الإسعافات الأولية النوع هالقد والتسليم التسليم خلال 6 أسابيع من الطلبية أوكي. هنا اسم الشركة مالتنا وهي ساحة النصر وكذا بغداد اوكي وهاي مرسلة في 25/4/2007 زين. Dear sirs سادة الأعزاء please send us your prices and terms about CNF بغداد. فهنا يقول الرجاء ارسال لنا الأسعار والشروط حول شنو لهاي البضائع التالية اللي هي هاي ألف من المعدات الإسعافات الأولية نوع WE والتسليم خلال 6 أسابيع من الطلبية. We are looking forward to hear from you to hearing from you soon. نتطلع لي يعني تلقي الإجابة منكم قريبا. Yours truly المخلص General Drug Stores مخازن الأدوية العامة. Now write a letter of inquiry from the following. والآن أكتب رسالة من رسالة استفسار من الأشياء التالية. الجبال important co بغداد عراق شركة الجبال أوكي شركة هنا عندك الجبال للاستيراد أوكي تكتب كتبت رسالة of Samsung Mobile Co شركة سامسونج في سيول South Korea, جنوب كوريا asking about تسأل عن هذه البصرة CNF البصرة price هذا السعر الوصول للبصرة ل 500 سامسونج سبيكر فون هاتف بسماعة سامسونج 500 العدد goods
goods are to be delivered. البضائع سوف يتم تسليمها as soon as possible. سريعا قدر المستطاع. The date of the letter, تاريخ الرسالة هو 2/5/2008. أعزائي هنا نتوقف والتقيكم في درس قادم وإلى اللقاء.